34 مشروع دكتور عفي في مخصص للصحة بالإقليم، تقريبا تم التهام من 22 مشروع، يعني بينما الأخرى باقي تقريبا طور الإنجاز. واش كاين شي تفاصيل أكثر في مركزين؟ إذن كما كتعرفوا هذه المشاريع هذه كلها الحمد لله كاملة انطلقت، وحنا الحمد لله فرحانين بهذه الوتيره اللي غادي بها، لان كما كتعرفوا التكلفه الاوليه اللي كانت مبرمجه هي 330 مليون درهم، واللي حنا دابا فتنا هذا المبلغ اللي وصلنا لحد الان 343 مليون ديال الدرهم، اذا بواحد النسبه ديال 114%. هذا البرنامج ديال المناره اللي كان فيه المستشفى اللي هو في طور الانجاز، اللي الحمد لله الوتيره ديالو هي كتبشر بالخير، لانه كما لاحظتوا في الزيارات ديالنا راها فايته تقريبا غتوصل ل 20% دابا. وبالنسبه فيه مراكز صحيه، فيه 28 مراكز صحيه في الترميم والتوسيع، وخمسه المراكز اللي هي غتبنى من جديد. فهاد الاكثريه ديالهم كما قلنا 22 انتهى الانجاز ديالهم، والاخرين كاملين تقريبا عليهم يكملوا ان شاء الله يكملوا قبل من 2018. غيبقى مشروع اللي هو كبير اللي هو غادي يبقى 2019، واللي هو دائما داخل المده المحدده الزمنيه، هو ديال المستشفى المتعدد الاختصاصات تعدد التخصصات، اللي هو الحمد لله غادي حتى هو زعما في واحد الوتيره اللي هي جد طيبه.